قتل. قتل ايه؟ انا ما قتلتش حد. انا عاوز المحامي بتاعي فورا. اطلب لي مراد الفخراني لو سمحت. ايه ده يا سليم بيه؟ هنطلبه لك طبعا. اطلبه لي حالا دلوقتي فورا من فضلك. قتل مين ده؟ سليم بيه، انت اللي في الفيديو ده؟ اطلب لي مراد بيه الفخراني من فضلك. زكريا، في مشكلة عايز أكلمك فيها. استنى بس أرد على خالك عشان بيكلمني. أيوة يا خالو. إيه؟ عم سليم اتقبض عليه؟ ليه، في إيه؟ طب أنت فين؟ حالا أكون عندك. هو ده زكريا اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. في فيديو مغرق الفيسبوك وتويتر، عمي سليم بيقتل فيه حد كان جنبه فارس. شوف حضرتك، هو الفيديو هنا مش واضح، مش كويس قوي يعني، وكمان المصور يظهر كان بيصور من على بعد، ما الامور مش واضحه، مش ظاهره. وكمان الانسان اللي موجود جوه الفيديو ده مش اكيد ان هو سليم بيه. الظاهر يا مراد بيه ان انت ما شفتش الفيديو كويس. انت شفت التاريخ اللي على الفيديو؟ لا ده مش شرط حضرتك. لا ده مش امور مؤكده يعني. مش ده اليوم اللي اتقتل فيه شريف العطار؟ هشوف سعادتك، انا اسف جدا يعني ان انا اتدخل في عمل سعادتك، بس احب اقول لسعادتك شريف بيه العطار ما اتقتلش، وشهادة الوفاة بتؤكد انه مات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. العربية اللي في الفيديو دي مش عربيتك يا سليم بيه؟ اكيد لا. يعني لو سألت بكرة في المرور عن رقم العربية دي مش هتطلع عربيتك يا سليم بيه؟ وريني كده. وريني. اتفضل حضرتك. والحقيقة أنا عندي واحدة زيها، بس ما أظنش هي اللي في الفيديو دلوقتي. سعادتك لازم تعرف حاجة، الموديل ده مرتب في السوق، بس مش أكيد إن لازم تكون دي عربية سليم بيه اللي موجودة جوه الفيديو. أفهم من كده بقى إن العربية الأصلية موجودة. طبعًا موجودة، يعني هو يعني إحنا هنخبي عربيتنا؟ هي قشاية، دي عربية، بس مش هي نفس العربية دي. ايه اللي انتوا عاملينه فيه ده؟ انتوا مش عارفين ده مين؟ اهدى بس يا زكريا، اهدى، الموضوع كبير والقضيه لابسه عمك سليم. روح انت يا زكريا دلوقتي. روح ازاي؟ وانت هتروح فين؟ انا هروح في داهيه يا اخي، مالكش دعوه بيا. روح انت، خليك معاهم في البيت، وخلي بالك من الشغل اللي وراك، فاهمني؟ خلي بالك من الشغل اللي وراك يا اخي. انا مش عايز اشوفك هنا، هنا انا هعرف اتصرف، بره مش هعرف، عشان كده لازم تكون انت موجود هناك. يلا اتفضل امشي بقى. انا هعرف مين اللي عمل فيك كده ومش هسيب. خير يا جيهان؟ زكريا والدك جرى على ملا وشه ليه؟ حصل ايه؟ سليم اتقبض عليه وزكريا راح له. سليم خير؟ حصل ايه؟ لما ان شاء الله زكريا يرجع هنعرف. مش هتطلعوا تناموا شويه ولا ايه؟ لا يناموا ايه، عاد نطمن عليهم الاول، وبعدين في شويه كلام عاوزين يتكلموه. خير؟ كلام ايه اللي ما يستناش الصبح يعني يا زينب؟ لا ما تاخديش في بالك ولا تشيلي هم، روحي انت اطمني على عيالك. الا قولي لي فارس مين قاعد معاه؟ زكريا بعت له حراسه، اصله في غيبوبه. ادعي له شيخ عبد القادر. بدعي له والله، ربنا يشفيه ودعيشة. يعني يا ولدي عشان يتيم محدش هيقعد معاه. قولي لي يا جيهان، لو كان ولدك كنت هملتيه؟
سهنور. من فضلك ممكن اكلم حسن العطار؟ مين؟ مفيش حد عندنا هنا بالاسم ده. واسمعي، لو اتصلت هنا تاني مش هيحصل لك كويس. ايه اياد؟ ايه ياسمين؟ انا كلمتهم في الدار، رد عليا واحد قال لي مفيش حد اصلا اسمه حسن العطار، وبعدين قال لي ما تتصليش هنا تاني. انا مش فاهمه ايه ده. يعني ايه الكلام ده؟ مش عارف. المهم بكره نتقابل ونتحرك مع بعض. طب ما تتاخريش، وانا ظبطت الدنيا مع واحد معرفه في الاقصر، اول ما هننزل هياخدنا ويودينا على دار الايتام، هحجزها بكره الصبح ان شاء الله. المهم انت خلي بالك من نفسك. اوكي. زكريا، عمك سليم عمل ايه؟ الحمد لله يا عمتي، لفقوا له تهمه وهيخرج منها بسرعه ان شاء الله. طب تعال، انا عايزك في كلمتين. معلش يا عمتي، بعد اذنك بلاش كلمتين دلوقتي، انا راجع ومشاكل الدنيا كلها فوق راسي. لا يا حبيب عمتك، معلش عشان خاطري، خلي مشاكل الدنيا تزيد مشكله كمان. تحت امرك يا عمتي، قولي لي ايه مشاكلك. يعني كنت عايزه اعرف، زين اخويا قبل ما يموت ما اتكلمش عن وصية، ما قالش حاجة عن ميراث، اكده يعني. ميراث ايه يا زينب؟ من امتى يعني العطارين بيفرقوا ورثهم؟ طول عمره كان في ايد زينة الله يرحمه، وبعد كده هيبقى في ايد الكبير من بعده. يا حبيبي يا اخوي، الله يرحمك يا زين، ما عشان مات وما قالناش مين الكبير، انا بقول نوزع الميراث بيننا وكل واحد ياخد نصيبه. بس زينة الله يرحمه قبل ما يموت قعد معايا وقال إن زكريا هيبقى هو الكبير من بعده. لا والله يا حبيبتي يا رايقة أنت، طبعاً مين هيشهد للعروسة؟ خلي بالك من كلامك يا زينب، هتقولي حاجة يا حاج صبري، أنا عاملة حساب لوجودك برضه. عيب يا زينب الكلام ده دلوقتي، عيب عيب، ما عيب إلا العيب يا صبري. يا أخويا خليك أنت نايم في العسل، مالك أنت لحد ما يطبخوا الليلة ونطلع إحنا من المولد بلا حمص. قلت لك عيب. الموضوع ده هيخلص دلوك وهنتفقوا. وانت يا ست الهوانم يلي ساكنه في العلالي، حياه النبي يا شيخه، ما تقولي لي تاني تقولي ايه وما تقوليش ايه. هيخلص دلوقتي يا عمتي. اولا انا ما كنتش عايز ابقى كبير، حتى لما ابويا جابني بعد ما عمي شريف مات وقال لي ان انا هبقى كبير، انا ما كنتش عايز، لان ده هم هم لو شلته أنا عارف إنه هيكسر ظهري. بس مادام أبويا الله يرحمه كان شايف إن أنا قد الهم ده، ومادام زين العطار ما بقاش موجود، وكبرنا التاني عم سليم ما بقاش موجود، فما فاضلش غير ولاد زين العطار، وأنا كبير ولاد زين العطار، يعني كبير العيلة. فاللي هقوله مفيش حاجة هتتعمل غيره. العيلة دي ما تعرفش حاجة اسمها ورث. نصيبك هيوصل لك كل أول شهر وزيادة كمان زي أي حد من العيلة، وده اللي أبويا كان موصينا عليه قبل ما يموت. لا يا شيخ، هي وموصيك على إيه كمان؟ الكلام ده تضحك بيه على أخواتك ولا على الأهبل صبر أخويا ده، لكن أنا لا. ما يصحش كده يا زينة. أنت تسكت خالص عمتي. ها؟ مادام انت مش عامله احترام للراجل اللي لسه ميت ودمه لسه ما بردش، ولا عامله احترام لاهله اللي انت واقفه وسطيهم وفي بيتهم، فانا بشكرك انك جيتي. عم صبري، لو سمحت خد عمتي واطلعوا على البلد. دوار العمده لازم يبقى مفتوح عشان ياخد عزا زين العطار. عندك حق يا ولدي، بينا يا جماعة على الدوار. لا زينب العطار ما تطردش يا ولد زين. أنا ما طردتكيش يا عمتي، أنا ما طردتكيش، أنا بتكلم في الأصول. وبدل ما كنت تيجي وتتكلمي في ورث، كان من باب أولى تيجي عشان تقري الفاتحة على روح أخوك اللي لسه ميت، ولا أنت كنت بتتمني له الموت؟ أنت اتجننت ولا إيه يا ولد؟ أنا كنت عارف إن في ناس كتيرة أوي طمعانة في فلوس زين العطار، لكن عمري ما كنت أتخيل
إن أول حد يطمع فيه هي أخته. خلص الكلام. لا يا وزير، الكلام ما خلصش يا حبيبي، الكلام هيبتدي دلوقتي. كنت عارف ان لما ابويا يموت في ناس كتير قوي هتطمع فينا، بس ما تخيلتش ان اول ناس تطمع تبقى من لحم ودمه. هي الدنيا كده، استنى الغدر من القريب قبل الغريب. بس المهم تكون انت جاهز. جاهز ليه ولا ليه ولا ليه؟ حاسس ان انا في كابوس، حاسس اني مش هشوف نهار تاني بعد موت ابويا. لا هنشوف، كل حاجه هتبقى كويسه. صحيح الدنيا هيبقى ناقصها زين، بس لازم برضو كل حاجه تبقى كويسه. عارف ليه يا زكريا؟ عشان كل حاجة حلوة حوالينا عملها عشان يطمن إن أنت وإخواتك هتبقوا بخير. وأنا عارفة إني ربيت راجل، وهو كان دايماً يقولك إن أنت الكبير، حتى لو ملحقش يقولها لكل الناس، بس عشان ده حقك ومفيش حد غيرك يستحقها. الأوضة دي محدش ينفع يدخلها إلا أنا وأبوك والكبير. عايزك تفوق عشان ندخلها سوا وعرفك كل حاجة فيها، وبعدها تجمع الكبار وتقول لهم إن أنت الكبير، عشان أي حد يفكر في أي حاجة يراجع نفسه 1000 مرة قبل ما يغلط غلطة عمره. رايحين فين يا جماعة؟ احنا مش ماشيين من هنا. اتكلم عن نفسك يا عبد الله، وما تعليش صوتك تاني في بيت زين العطار. انت هتعلمني اعمل ايه وما اعملش يا زكريا؟ اوعك تكون فاكر انك الكبير بجد. يا رجالة ما يصحش كده، هتفرجوا الناس علينا ولا ايه؟ مش وقت تطيب يابا، وانت ما ينفعش تكون على نفسك كده يا زكريا. عم زين لو كان عاوزك كان قالها من زمان. والله تبقى عيبة في حق العيلة لما ابن زين العطار الكبير يبقى موجود وحد تاني يقعد مكان ابويا يا عبد الله. بارك بارك يا عبد الله، حتى لو كان غصب عنك اعملها بجميله يا ابن عمي. معاش اللي يخصبنا على حاجه يا زكريا، وانت مش الكبير. طيب الكلام ده للجميع، كل واحد هيفضل في مكانه، يعني العمده هيفضل عمده، ومن بعد ولاده هيبقوا هم العمد، وزي ما زين العطار كان كبير العيلة من بعده برضه ولاده، واللي مش عاجبه الكلام ده ملوش مكان وسطينا. مش عاجبنا يا زكريا، هتعمل ايه؟ نزل سلاحك، احنا مش هنرفع سلاح قدام بعضينا. ده اللي ابويا علمهولنا، وهنفضل ماشيين ورا كلامه. امشي عبد الله، امشي من هنا. لا دي الجنة ولا انت ربنا يا زكريا. بس انت شطان، شيطان ومش عارف يغوي حد غير نفسه. ماشي يا زكريا، بس خليك فاكر انك طردتني، وخليك فاكر كمان الشيطان لما طرد عمل ايه. الفيديو اللي اتنشر على السوشيال ميديا عايزين يخلوا القضيه قضيه راي عام، وانا من ناحيتي بحاول اعمل حظر نشر عشان نقدر نلم الموضوع. بس أؤكد لك الموضوع ده متدبر متدبر متدبر. وإيه اللي يخليهم يذيعوا الفيديو ده دلوقتي؟ لعبة قديمة قوي يعني. تفتكر مين اللي عمل كده؟ شوف، هي دي طريقة جلال، فإما هو جلال يا إما حد تاني عايزنا نشك في جلال، والاتنين ليهم نتيجة واحدة. القضية صعبة ولازم نلمها بسرعة، لأن بعد كده مش هنعرف نلمها خالص. تناوى على إيه؟ ما تقلقش، دي مش أول مرة يعني. أنا جاي لك في موضوع مهم بقى. أنا اللي عايزك في موضوع مهم الأول. قول لي، هو بابا ما سابش وصية؟ للأسف ما سابش،
وانا حاولت كذا مره معاه انه يعمل وصيه ما رضاش. طب احنا وضعنا القانوني يعني لو عمتي حبت ترفع قضيه، ما انا حكيت لك هي عملت ايه. ما تقلقش خالص، ابوك مظبط كل حاجه والحمد لله، وانا من ناحيتي هظبط الورق عشان اثبت لك حقك القانوني، بس اهم حاجه تركز في شغلك. المهم دلوقتي انا عايز اعرف مين البنت اللي مع هايدي دي في البيت. عليا دي بنت صغيره كده هنربيها. زكريا انا بنتي ما تربيش ايتام، انا مش زي ابوك، وعايز اقول لك كلام كده ما فيهوش زعل ولا اي حاجه، لو اي واحده تانية غير بنتي كان زمانها طلعت الطلاق من زمان، وانت عارف كويس قوي عدم الخلفه العيب فيك انت. زكريا لازم تسافر بره وتعالج نفسك. هي اشتكيت لك؟ ما انت عارف هايدي ما بتتكلمش، بس انا كمان مش معقول اسيب بنت كده بتتوجع وما تدخلش. استاذ مراد، هايدي اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي دي مش بنتك، دي مراتي، وما اعتقدش ان ليها راي تاني غير رايي في الموضوع ده. اعتبره ثواب، اعتبر تربيه البنت دي ثواب، يمكن عشان خاطر ربنا يرزقنا. ماشي يا زكريا، بس ما تنساش ابوك اختار شريف يحل محله في الاول عشان انت ما خلفتش عيال. اكيد ربنا ليه حكمه في كده. ادعيلنا. المهم انا عايز عمي سليم يخرج في اسرع وقت ممكن. ما تخافش، انا هروح الحق دلوقتي قبل ما تعرض على النيابه، مش هسيبه ولا لحظه. سلام. لنفترض، عم اقول لنفترض اني اقتنعت باللي سمعته منك. هلا انت عارف طبعا انه رح بخسر عائله العطار، بس هتكسب عيله هاشم الذهبي، والمستقبل ما فيهوش عيله العطار. مستقبل؟ هو في حدا منا عارف المستقبل شو فيه؟ حتى الناس تبعولي اللي برا مش عارفين شو بدهم يعملوا. تعال نحسبها، سليم دلوقتي متهم في جريمة قتل، وزكريا لو اتفقت انا وانت عليه هيطلع في الروح. انت مش خسران حاجة، انت هتاخد حقك مرتين، في ايه اكتر من كده بقى؟ مرتين؟ سمعتك مرتين. لا لازم فكر بالموضوع. ولا فكرت؟ انا موافق. شو المطلوب مني؟ مطلوب ان انت تسلم الشحنة لزكريا عادي جدا، بس تبلغني بخط السير. خط السير والتوقيت، ولو حصل اي تغيير كمان رح بلغ. بالماضي انا كنت حب لعب القمار كتير وبطلت، عم فكر العب هاللعبة الاخيرة معك. هنكسب وحنقش كلنا، انا وانت بلاش بركة لزكريا. اتفضل. في ناس عايزين حضرتك يا زكريا بيه، وبيقولوا ان عايزين حضرتك في موضوع مهم جدا يخص زين بيه. خلي اي حد يقابله، انا مش عايز اشوف حد. بس يا فندم هما بيقولوا ان عايزين حضرتك في موضوع مهم جدا جدا، لازم حضرتك تعرفه بنفسك انت ومدام جيهان. مدام جيهان هتسبق سيادتك يا فندم. ايوه يا فندم، تحت امرك. مين حضرتك؟ انا عايز دي اختي ندى، احنا اولاد زين العطار.